في يوم كنت بدأت الحلقة بما يحدث داخل رفح الفلسطينية من مجهودات مصرية من بناء خيام فيها كل المستلزمات المعيشة الموجودة، فيها مخابز، فيها كهرباء، فيها مياه نظيفة متوصل لها، في موجود مستشفى على أرض الواقع، خيام بشكل أدمي فيها بطاطين، فيها كل المطلوب للإعاشة بشكل أدمي. ده جزء من الحل المصري اللي مصر فقط ستقدمه لهذه القضية على الحدود، ده أقصى شيء ممكن يقدم. أنا كنت شايفة ده حل ذكي وسابق. ما يحدث الآن على الحدود المصرية الفلسطينية هو ضغط شديد من قبل إسرائيل للدفع بأكثر من 1,000,000 فلسطيني غزاوي في منطقة دي الحدود تجاه مصر، وكمان فكرة إنك تتكلم على اجتياح بري لرفح الفلسطينية، ده شيء خطر جدا واللي رفضته مصر بقوة. مصر أرسلت تعزيات أمنية وعسكرية كبيرة على الحدود مع قطاع غزة، وأفادت مصادر وسائل الإعلام بأن مصر ضاعفت الدوريات الأمنية ودفعت بأجهزة رؤية ليلية للقوات، وأوضح مصدران أن مصر أرسلت قرابة 40 دبابة وناقلت جنود مدرعة إلى شمال شرقي سيناء في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع غزة، وذلك تزامنا مع إقدام إسرائيل على توسيع عملياتها العسكرية لتشمل مدينة رفح الفلسطينية التي نزح إليها أغلب سكان غزة، والأمر الذي فاقم مخاوف مصر من احتمال إجبار الفلسطينيين على الخروج في جماعات من القطاع. خلينا نعرف أكتر عن ماذا يحدث من خلال سيادة اللواء الدكتور محمد زكي الألفي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير حضرتك أستاذة المشاهدين. حقيقة أنا مش حابة أتكلم كتير في هذه النقطة العسكرية، لكن حابة أفهم من حضرتك ماذا يحدث على حدودنا الآن، وماذا يحدث بعد إرسال كل هذه التعزيزات الأمنية المصرية. هو الحقيقة ما يحدث الآن هو عملية ضغط قوية جدا على مصر بترحيل كافة الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة في اتجاه رفح. تمام. وهذا الرقم الذي وصله إليه الآن حوالي 1,400,000، وهم كان يعني قوة أو الإعاشة التي كانت موجودة في رفح لا تتعدى 300,000. يعني دلوقتي الرقم حتى قد يعني حوالي 5 مرات ضعف يعني. طبعا زي ما حضرتك قلت كده، الناس دي عايزه عيشه وعايزه تقييم وعايزه تمارس حياتها العاديه، ولكن في ظل هذا الضغط وفي هذا التدخل العسكري الاسرائيلي الذي يهدف في الاساس الى الدفع احنا كل اخواننا الفلسطينيين في اتجاه مصر. مصر الحقيقه يعني موجود، احنا بنستضيف 9,000,000 يعني نازح موجودين داخل مصر. هنا الهدف ما ليس اننا نستضيف اخ او شقيق او ابيض، لكن الهدف الرئيسي لهذا العدو الغاشم هو حفاظ على القضيه الفلسطينيه من التصفيه وحفاظ على حدودي وسيادتي. لا، هو هدفه الرئيسي كمان، هدفه الرئيسي يعني القضاء على القضية الفلسطينية. ما هو معنى تفريغ الأرض من السكان، خلاص ما بقاش فيه قضية فلسطينية. ولكن الحقيقة هناك لابد نتوجه بكلمة يعني شكر وتقدير بالفلسطيني الذي لا زال يتمسك بأرضه ويتواجد بها ويوصل إلا هذا الضغط الرهيب، سواء من التدخل العسكري بعد من الغير محدود الذي تناله إسرائيل من كافة دول العالم وخاصة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مبادئ رئيسية معلنة من مصر ومعروفة، احنا قلنا أن الحدود المصرية هي خط لا يصبح بسكوز، وبالتالي لما يبقى هذا الضغط وهذه الأعداد الضخمة الموجودة وأقطاع عسكرية ممكن تحصل وممكن اعمال اخرى تحصل، فلابد ان انا اكثف من عمليات المراقبه والدوريات الخاصه على الحدود لتامين الحدود ومواجهه اي اعمال عدائيه ممكن تحصل او اختراقات ممكن تحصل في هذا الاتجاه.
طيب. فبالتالي كل ما تم بيتم الان ده هو في اطار يعني اتفاقيه السلام مع اسرائيل ومع وصيانه وحمايه لحدودنا وامننا القومي على هذا الاتجاه، وفي نفس الوقت بيؤكد يعني السياسه المصريه الواضحه للجميع دون اي شك فيها. طيب. وده كلام واضح واساسي وكان واضح من البدايه. فلما نيجي نتكلم على هذا الكلام يبقى معنى كده لما نيجي النهارده برضو نلاقي ان هناك استدعاء لاحتياط علشان يتدخل في غزه، وبعدين هناك تضارب في الاقوال. وزير الدفاع الاسرائيلي يقول ان هو يعني العمليه هتدخل لو حصل هجوم على رفح هتاخد حوالي 5 ايام، وبعدين يطلع رسول الله يقول لا ده هتحتاج الى وقت طويل واطول من ذلك. يعني هناك حتى تضارب في الداخل الاسرائيلي، هناك مظاهرات النهارده قويه جدا داخل اسرائيل بتنادي باسقاط الحكومه. تقريبا النهارده لاول مره في تاريخ اسرائيل يتم تخفيض تصنيفها الائتماني، وده بسبب الحرب. من ناحيه الاقتصاديه كمان. ده يعني تاثر طبعاً شديد طبعاً واول مره. طبعا يعني ما هو ده النهارده بقى له، احنا دلوقتي في الشهر الخامس، احنا في نهايه الاسبوع الاول من الشهر الخامس، يعني الحرب تستمر على شعب اعزل ليست معه اسلحه يعني غير الخفيفه اللي هي موجوده مع المقاومه الموجوده، فده شيء الحقيقه يحسب ليهم. والحقيقة البرلمان العربي يحذر من اجتياح اسرائيلي لرفح ويصفه بالكارثة. طبعاً. مجلس الامن نفس الكلام، حقيقة في كتير من الاعتراض على هذا، لكن اللي يهمني جدا هو تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية اللي قالت ان مصر هددت بتعليق اتفاقية السلام في حال اجتياح رفح بريا. ده يعني العمل الرئيسي اللي هو كسبته اسرائيل من اتفاقية السلام مع مصر استقرار هذا. فاذا كانت هي هتغامر بيه فنحن حتى الان الدعاء ماشيين في اطار الاتفاقية وبنحترم. ده حقيقي لما المعبر يضرب 4 مرات وانا فقط اصلح واعمل تعديلات عشان السيارات والمساعدات تدخل بدون اي استقطاب، ده طبعا قوه مصريه تحسب لمصر. لو حضرتك في البدايه قلت حتى ان السيد الرئيس اوضع في خطابه نتيجه الخطاب الخاطئ اللي اتقال ان مصر قافله معبر رفح، لا ده احنا 80% من حجم المساعدات اللي بتدخل هتدخل على ايه؟ لازم حتى لو حصل ضرب لهذا المكان احنا كنا بنعيد تأهيله مره اخرى لاستخدامه. فاحنا ماشيين في نفس الاتجاهات وفي نفس السياسه الحقيقه لدعم اهالينا الموجودين في فلسطين. اللواء الدكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة الهامة. ما يحدث على الحدود الآن هو خطورة حقيقية بتواجهها مصر. كل الفكرة وكل المطلوب أنت طول الوقت في حالة محاولة استفزاز ولكن مصر لا تستفز. يمكن الخطير هو بعض التصريحات أو تصريح الرئيس الأمريكي أن مصر لا تفتح المعبر، وده مش حاصل بشهادته هو شخصيا، أن كان أكتر من تصريح وأكتر من بيان بيشكر فيه مصر على إدخال كل هذه المساعدات من خلال المعبر. فإحنا الآن بنستفز في محاولة كبيرة جدا لدفع الفلسطينيين الموجودين في رفح الفلسطينية ان هم يحاولوا يتجهوا اتجاه الحدود المصرية، وده ان شاء الله هيكون مجرد بالون اختبار. وفي وقوف يعني البيان الرد فيه القوات المصرية، في كمان اللي بيحصل على ارض الواقع من حشد قوات مصرية على الحدود، ده اعتقد ردود مش سهلة وهتخلي اسرائيل تراجع نفسها 1000 مرة، لان دي مصر مش حماس.